مو اللي وقف فالح أكرم فهمي؟ فالح أكرم فهمي إيه؟ نعم. يعني أعدم في زمنك؟ وشنو التهمة كانت؟ أنا طبعا ما شفت من انعدم فالح، لكن طبعا سمعت أنه انعدم فالح أكرم فهمي، وسمعت قبله كان موقوف، والسبب أنه فالح لواء فالح كان صديق الدكتور باسل عبد المهدي. صديقي باسل، باسل باسل صديقي القريب جدا، يعني صديق عزيز، وهو راح استلم جثمان فالح من وراء الإعدام. فهو باسل حشالي أنه هو استلم جثمان فالح. شنو التهمة؟ فالح أعتقد مسجلي له في التسجيل معين، اعتبروه يعني وفق مادة التهجم.